يعني بدون مقدمات، الرجل الذي شرفنا في الاستوديو وغني عن كل تعريفات ممكن تقال، دكتور فاروق الباز، اهلا بيك. اهلا بيك. في زياره سريعه لمصر، لكن احنا يعني قدرنا نلقط منه ساعه سريعه كده. وحشنا دكتور. الله يكرمك. اهلا بيك. بقى لنا كتير ما قعدناش مع بعض من ايام اللقاء اللي عملناه، اللقاء اللي كان فيه يعني مشاعر انسانيه كبيره لحضرتك. وبعدين الحقيقه انا فكرت مع زمايلي ان احنا نحاول نعمل تغيير في الماده المقدمه للضيف. دكتور فاروق الباز يتكلم عن العلم والدنيا والحياه والجغرافيا انما احنا بنتكلم معك عن الهم، وانت رحبت بالفكره. رحبت بالفكره. يمكن احب اعرف من عالم لف العالم كله بكل احترام وكل تقدير وشق طريقه بصعوبه ويعني بقوه ومعتمدا على الله وعلى نفسه، هل يكون لحضرتك مفهوم او تعريف للهم غير الناس العاديه؟ مفيش شك، لان الهم او الهموم على وجه العموم هي ما يغير من روح الانسان ومن طريقه تعامله ومن شكله. الهموم ممكن جدا تغير من شكلك على الكل. الوش بيقع. امال ايه؟ انا اقول لك حاجه ظريفه جدا. لا مش حاجه ظريفه، انا اقول لك حاجه انا بديت افهمها ايه القصه دي من داخل عيلتي. انا عندي 4 بنات ما شاء الله. اكبرهم منيره، كانت اكتر واحد تحب مصر، بتعدي سنه من غير ما نيجي تزعل، ولازم نروح ولازم مصر ولازم نروح، عايزه تروح خان الخليل لوحدها، هو يعني تعشق البلد. منيره بنتك الكبيره. بنتي الكبيره. من سنه اظن كان حوالي 2005 جايين رحله هنا، وبعدين هي بيني وبينها كده خدتني وقالت لي بابا انا مش عايز اجي مصر تاني. كان سنها دي وقتها كبيرة. كبيرة. يعني ست يعني خلصت جامعة وفاهمة يعني. قلت لها الله ليه؟ قالت لي عشان الابتسامة سابت مصر. كان بالنسبة لها ابتسامة الناس في مصر هي أجمل ما في مصر. صحيح. ما كانش بالهرم وده ولا مش شافي صح وكل حاجة. خلاص. إنما ابتسامة الناس في الشارع، في التاكسي، في البتاع، في الدل، في خان الخليل، في المطعم، في الهوتيل، في كده. كل الناس مبتسمة. كل واحد يجي يبص عليها مبتسم على طول. الابتسامة دي لما هي قالت الابتسامة سابت مصر، دي الواحد فكرت فيها أنا بقى. وإذا كانت في بنت كده خدت بالها إن الابتسامة مشيت من مصر وأثرت فيها لدرجة قالت لك أنا مش هاجي بقى تاني، مش عايز أجي تاني، ده زعل. زعل مش رفض. لا زعل. زعلت على الناس. معناها إيه؟ معناها إن في حاجة حصلت مخلية الناس زعلانه، لان المصري بوشاشته والمصريه بضحكتها الجميله بيخلي الناس تفرفش وتفتح القلب كده ابتسامه تسعد الخلق. فلما المصري او المصريه يبطلوا ابتسامه ايه الكويس فيهم بقى ان شاء الله؟ اذا ما كانش في وشه ابتسامه هيعمل بيه ايه؟ دي اللي حلتهم. احنا شعبنا نكته. فدي كانت مهمه جدا، ان انا الواحد يقول ديت معناها ان انا شعرت إن في حاجة في مصر بتحصل لحد ما البنت دي تفكر فيها كده، معناها إنه صح إن الدنيا، وأنا شاعر بقى إن الدنيا الاقتصاد متهبب على عينه واللي كذا شغالة مش، وأنا بنفسي كنت شاعر كده إن يعني مش مستحيل نمشي على كده، مستحيل. وأنا بكتب كتاب ممر التنمية اللي اتنشر في 2007. طبعًا طبعًا طبعًا. في 2007 كتبت أنا كده لمحة كده. لمحة. قلت ان احنا مصر تاريخها كل الناس بتعمل كذا وبتدعم، والشعب المصري بيعمل كذا كذا كذا، وبعدين ولكن بين آونة واخرى تخبو شعلة الحضارة في مصر، ولكن هذا لا يستمر كثيرا وينتفض هذا الشعب العظيم. وانتفض. طيب منيرة جت بعد بقى جت بعد يناير. جت. يلا جت.
وكان رايها ايه؟ ان الحكايه بدا، وخاصه قريب كده من اللي كان هنا السنه اللي فاتت في الكريسماس كله، ان الحكايه بدا رجعت الابتسامه كده ولو شويه شويه، انما الابتسامه ابتدت ترجع. في هم في صدرك انت ما بتقدرش تنساه ابدا؟ الهموم مش هم واحد. انت كنت قلت لي حضرتك في اللقاء اللي فات حاجه عن والدك، ان انت لما توفى وما كنتش موجود ده، فمش قادر تنسى اللحظه دي. لا ما اصله والدي كنا بحبه، هو كان يحبنا، هو كان بيدعمنا جدا، وانا بره البلد وما كناش عندنا فلوس نقدر نشتري تذاكر طيران ولا كان. احنا لما طلعنا على امريكا كانت تذكره. يعني انت ما جيتش بسبب انك انت ما معكش فلوس تقطع تذكره؟ طبعا. ما التذكره بتاعتنا كانت بتيجي من الحكومه، انت رايح في سنه 60 وراجع في سنه 64. هي راح هي كده. ما فيش حاجه تانية في النص. ما فيش في النص. فالواحد كان يعني متأثر ان انا مش عارف اروح لما وفات ابويا عشان اشوف امي واخواتي وكذا كذا. ما تنساش اللحظه دي. هذه اللحظه صعبه، كانت صعبه.